متتبعي قناه انفاس بريس، مرحبا بكم. انفاس بريس نزلت للشارع باش تسول المواطنين حول الانتخابات الجمعيه والبرلمانيه اللي غدار في 2021. السؤال هو واش انت مسجل في اللوائح الانتخابيه واش غتشارك في الانتخابات اللي جايه؟ اجي نشوفوا واش قالوا المواطنين. بطبيعة الحال حق وطني دستوري، يمكنش الحق ديالي غادي نضيعه، واي انتخابات كانت كتعلق ببلادي لا بدا نشارك فيها. وبالنسبه لاش من حزب غتشارك تصوت عليه؟ احزاب لحد الان لا، خصني بطبيعه الحال قبل ما نصوت على اي حزب خصو في البرنامج ديالو، فهمتيني؟ ماشي غير نبغي نصوتو هكذاك، لا، لابد من معرفه البرنامج ديال الحزب. بطبيعه الحال كل واحد عنده حزب ديالو، ولكن هادشي كتلاحظ على ان الاحزاب لحد الان ما واضحاش بالنسبه حتى للانتخابات الجايه. مثلا خص كل بعد ما جميع الاحزاب يقدموا سميتو ديالهم البرامج ديالهم، بناء على البرامج ان شاء الله غادي نشوفوا. شوف انا من دابا خصها تكون عندك واحد الرؤيه على الحزب اللي غتصوت عليه. بطبيعه الحال كاين بطبيعه الحال باش كنحكموا الاحزاب، لان الاحزاب ديجا الاحزاب عارفين الاحزاب الوطنيه كلها، وكل واحد كيفاش كيشتغل كيفاش عمل. الاحزاب الان اللي في الحكومه عارفين ما كل واحد والعمل ديالو والدور ديالو، ولكن لحد الان حتى بالنسبه للاحزاب حتى هي راه باقي ما صرحاتش بالبرامج ديالها، خاص تكون باش نطلعوا عليها، حيت البرنامج ما كيبقاش قار، راه كاين مستجدات، كاين متغيرات، وهاد المتغيرات المستجدات بناء عليها حنا غادي نعتمدوا باش نشوفوا سميتو. اذا خص الاحزاب تسرع في اخراج البرامج ديالها. لوائح انتخابيه؟ لا عمري. علاش ما سجلتش؟ علاش ما سجلتش؟ ما عمري تسجلت. اذا ما عمرك شاركت في انتخابات؟ لا ما عمري شاركت. علاش ما تشاركش في الانتخابات؟ هذا حق ديالك وواجب عليك. ما تفهمش الشيء انا معاه. ماشي ما بان لي ما تيبان لي ورد ما تقول بلاش. ما كاين والو. ولكن ما تشوفش فاش ما تشاركش في الانتخابات تعطي واحد الناس اللي ماشي اكفاء باش يتحملوا المسؤوليه. تيبان لي والو خاطر التليفون ما تيبان لي والو. ها تيبان لي غنديرو 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 في جيبو صافي. فهمتي؟ الله تيغير على ما تيغيرش على الوطن. تيغير الله تيغير على انا تريكت وصافي. ها هذا هو هذا الشيء اللي بان لي انا. السلام عليكم. السلام. نعم سيدي، مسجل في اللوائح الانتخابيه. تتشارك في الانتخابات؟ ضروري اه مؤكد، وراه مساله خاصه ديال المغاربه ضروري كيشاركوا في هذه القضيه هذه. ولنفرض ان الانتخابات غدا مثلا، شكون الحزب اللي غتصوت عليه؟ و اللي فيه الثقه نتخبوا عليه. شكون اللي بان لك فيه الثقه؟ و شنو نقول لك؟ باقي ما عرفتش، ولكن المهم حاليا باقي ما عرفت شي حاجه مؤكده. الشريف واش مسجل الانتخابات؟ نعم مسجل اسيدي مسجل. حنا مسجلين في المقاطعه كل سنه. وتتشارك في الانتخابات؟ كنشارك ديك العام كنشارك. وهذا العام غتشارك في سيدي؟ عندي 87 سنه كنظن بانه ما كيخموش في المتقاعدين، ولا خموا رانا نشارك. الا خموا فينا يزيدونا شي حاجه، 25 عام وانا متقاعد ما كايناش حتى سنتيم زياده، وحتى لا ميتيون ما كتخلصناش اللهم. ولكن ما تشوفش فاش ما تتشاركش تعطي الفرصه للحزب اخر، يعني ولاو الناس اخرين ما تيكونوش اكفاء باش يتقلدوا. ما كانش واحد كفاء راه ننتخبوا، ما كانش اللي على منتخب راه حنا غادي نعجزوا صافي. قلت لك واش مسجل في انتخابات الشريف؟ اي وغتشارك في الانتخابات اللي جايه؟ ايوا ان شاء الله. على من تصوت؟ الله اعلم. شي حزب الا نزل من السماء ولا شي حاجه. ولكن نورمالمون خصك تكون عارف الحزب اللي غتصوت عليه ولا. فيد الله ما كتعرف حتى شي حاجه، هادشي ما فيه ما تعرف. حتى النهار بنهارو. اوا النهار بنهارو ويحل الله.